تنضم إلينا مباشرة من القدس المحتلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا أهلا بك، ونريد بداية أن تطلعينا على ملابسات حدث الطعن الذي تم صباح اليوم، وما ملابسات الحادث. طبعا الجانب الإسرائيلي أجرى اعتقالات ويقول أنه يبحث تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الحادثة. اسمعيني، الآن نتحدث عن عملية الطعن هذه، نتحدث عن استشهاد الشاب محمد عمر فروخ، يبلغ من العمر 16 عاما، كان قد ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة شارع السلطان سليمان والقريبة من شارع صلاح الدين في مدينة القدس. الرواية الإسرائيلية تقول أن محمد قدم في سكين وقام بتنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة جندية وجندي إسرائيلي من حرس الحدود، ولكن البيانات الإسرائيلية تشكك حتى في ذاتها في هذه الرواية. تقول أن هنالك بدء للتحقيق في ظروف إصابة جندية أو مجندة إسرائيلية برصاص الاحتلال، أي أنها أصيبت بنيران صديقة كما يقول بيان جيش الاحتلال. الحالة الصحية للمجندة الإسرائيلية البالغة من العمر 20 عاما هي في حالة خطيرة جدا، وفي هنالك تدهور في حالتها الصحية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كذلك الحال للمجندة الإسرائيلي التي حالته متوسطة إلى متوسطة وخطيرة. نتحدث أيضا أن هذا الشاب البالغ من العمر 16 عاما كان هنالك أيضا سياسة عقاب جماعي بحق أهله، ما تمثلت في اقتحام بلدة العيسوية حيث مسقط رأسه شمال شرق القدس المحتلة. تم اعتقال أقاربه، والدته، والده، أشقائه وكل العائلة المحيطة درجة القرابة الأولى. عدا عن ذلك تم اقتحام مدرسة الرشيدية، وهي المدرسة التي كانت بالقرب من مكان تنفيذ هذه عملية الطعن، والشرطة الإسرائيلية قالت بأنها اعتقلت ثلاثة من طلبة مدرسة الرشيدية للاشتباه بمشاركتهم في هذه العملية، أو بأن أنهم كانوا بجانب الطفل الذي نفذ هذه العملية. في طبيعة الحال القدس تحولت إلى سكنة عسكرية من خلال إغلاقات مستمرة، سواء لباب العمود، لباب الساهرة، لشارع صلاح الدين. تم عرقلة وصول المواطنين إلى داخل البلدة القديمة أو حتى مرور المركبات، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة. في طبيعة الحال كان هنالك يعني العديد من الروايات المشككة في هذه الرواية الإسرائيلية، وخاصة بما يتناسب مع ما قالته الرواية الإسرائيلية الأخيرة بأن الجندية مصابة بطلق ناري وليس بعملية طعن، ولهذا فهنالك عملية تحقيق كما ذكرنا. وهذا ما أكدت الرواية الفلسطينية، أن هنالك محاولة تنفيذ عملية طعن وليس عملية طعن نفذها الشاب الفلسطيني في مدينة القدس. هو قاصر يبلغ من العمر 16 عاما، ولكن هذه جاءت ضمن المنظومة الأمنية العسكرية ويعني توسعها الأمني، التي قالت بأن هنالك ترجيحات لازدياد هذه العمليات وفق التقديرات الأمنية العسكرية كما تقول في بياناتها. دانا، أحدثك إذن عن الأوضاع الميدانية. طبعا تابعنا القصف الذي جرى في محيط مستشفى القدس وسقوط عدد من الضحايا. كيف تبدو الأوضاع في هذه المنطقة، وكيف يتعامل الفلسطينيون إثر هذا القصف؟ نعم، دعينا نقول من الجانب الإسرائيلي ما يتم الترويج له. الجيش الإسرائيلي يقول بأن سيكون هنالك عملية توسع للتوغل البري في الأربعة في 48 ساعة القادمة. هذا يعني بأن لربما التوغل البري التي روجت إليه كثيرا إسرائيل سيبدأ فعليا على أرض الواقع من خلال اجتياح وتوغل بري أكثر في مناطق شمال وشرق القطاع، وهذا ما انعكس جليا في كل هذه عمليات القصف المتواصلة. في المقابل هنالك أحاديث تتحدث وأقاويل تقول أنه ربما سنذهب إلى وقف هدنة مؤقت للإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. لذلك إسرائيل تحب أن تكون الكلمة الأخيرة لها، فتكثف من غاراتها الجوية على أهلنا في قطاع غزة، تقطع الإنترنت، تقطع الاتصالات عنهم، حتى تنفذ عملياتها الإبادية الجماعية دون أن يكون هنالك محاسبة لها من قبل يعني أي أراء عالمية أو الإعلام الغربي العالمي. نتحدث أيضا على الصعيد السياسي الإسرائيلي، هنالك الكثير من الانشقاقات التي بدأت تزداد أكثر فأكثر وتظهر إلى العلن أكثر من خلال التصريحات ما بين وزير التراث، وزير الدفاع الإسرائيلي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي الإسرائيلي. كل هذا أيضا يمثل ضغط من قبل
الشارع الإسرائيلي لتغيير طريقة يعني التوغل البري الإسرائيلي من خلال يعني وقف هذا التوغل البري، وهذا ما طالب فيها المتظاهرون الإسرائيليون من خلال تظاهرات كانت في 8 مناطق رئيسية في إسرائيل، نتحدث عن القدس، تل أبيب، حيفا، قيصاريا والعديد من هذه المناطق. لذلك الترجيحات العسكرية تقول أن لربما هذه الأيام ستشهد غارات جوية مكثفة قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب المتمثلة بتوسيع وتوغل بري على أرض الواقع وتحقيق إنجازات محدودة ومحصورة الأهداف. لذلك كما ذكرت إسرائيل تحب أن تكون لها الكلمة الأخيرة، ولكن في المقابل هنالك تراجع للدعم الإسرائيلي، سواء في تغير الخطاب الأمريكي الذي أصبح ينادي في ضرورة الحفاظ على أمن المدنيين هناك أو على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، أو حتى في جنوب أفريقيا الآن هذا الخبر العاجل التي قالت بأنها استدعت كل ممثليها ودبلوماسيها من إسرائيل، وذلك في خطوة ورد فعل على هذه الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في قطاع غزة. طبعا كما أسهبت، القطاع الصحي تعرض لضغوط كثيرة وخرجت عدة مستشفيات عن الخدمة منذ بداية هذه العمليات قبل 30 يوما. إذا انتقلنا إلى الجانب السياسي، كيف يتفاعل المراقبون مع زيارة أنتوني بلينكن ولقائه بالأمس الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وهل هناك أي تفاؤل فيما يتعلق بهذه الزيارة التي ضمت محطات عدة؟ نعم دينا، يعني لا تلتفت إسرائيل حقيقة إلى هذه الزيارات لأنها تعي عن كمية الدعم اللوجستي العسكري والمادي التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، بل هي تتغنى بذلك بأن تقول بأنها حليف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبأن في إشارة ورسالة بأن بلينكن عادة ما يبدأ زيارته من إسرائيل ومن ثم ينتقل إلى الضفة الغربية للقاء السيد الرئيس محمود عباس وحتى الانتقال إلى مناطق أخرى في الدول العربية. لذلك إسرائيل تروج لذاتها بأنها حصلت على كل المساعدات المالية والعسكرية وبأنها حليف أمريكا وبأن أمريكا تقف بجانبها لدعمها في عملياتها البرية والجوية والبحرية، ولكن يعني لابد كما ذكرنا أن يكون هنالك أخذ في الحسبان لكل هذه الزيارات والضغوطات الدولية. ولكن الترجيحات العسكرية هنا في داخل إسرائيل تقول أنه لربما تغيير مسار الحرب هذا يرتبط بالتحرك الإسرائيلي الداخلي وليس بالتحرك الدولي أو الضغوطات أو الجهود الدبلوماسية، خاصة ما تحدثنا عنه من تظاهرات من عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. أصبحوا الآن لا يطلبون فقط الإفراج عن يعني المحتجزين، بل أصبحوا ينادوا بضرورة استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نعم. هذا ما يخسر منصبه السياسي وهو ما يدفع إلى تغيير في القيادة العسكرية والسياسية لهذه الحرب. شكرا جزيلا دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة.